عودناكم كل أسبوع بيكون عنا سؤال الشارع حول فقرة مش تابو اللي بتنعرض ضمن برنامج دنيا يا دنيا. سؤالنا لليوم: هل نسبة الإصابة بالإيدز في زيادة أو تناقص في الأردن؟ لا، في نقصان إن شاء الله، واعتبار أنه في الأردن ما في نسبة إيدز أو إصابة بالإيدز، لأنه في الدول الغربية هي نسبة الإصابة أعلى. بصراحة بظن أنه في زيادة، أظن يعني أنه الموضوع بزيادة، يعني مش بالناقص. يعني في زيادة من التشكيلة اللي بتصير من أكتر العالم اللي بتجي. يعني بالنسبة للأطفال في زيادة. عملنا بنسأل برأيك، هل نسبة الإصابة بالإيدز في زيادة أو تناقص في الأردن؟ أوطى طبعاً، أوطى، لأنه المجتمع متحضر. هذا هو الجواب المثالي بالنسبة لي. يعني ما أتوقع أن النسبة كبيرة، إحنا بلد يعني مسلمين أتوقع، فإن شاء الله يكون نسبة قليلة. أظن أنه نقصان، لأن زاد الوعي بهذا الإشي، فكتير الناس بتتجنب هذه الأشياء. تقريبا نقصان، مش كتير يعني، لأنه فينا تقاليد وعادات وأصول للدين يعني. رأيي الشخصي أنه في نقصان أكيد. يعني الوضع، التقاليد، العادات، الإحصائيات، أتوقع كلها بتدل على أنه